مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من مكة المكرمة. هذه العملية الأخيرة والأحدث ربما في التعامل مع مياه زمزم. هنا تعبأ هذه المياه في شكل عبوات يتم تسليمها لحجاج بيت الله والمعتمرين الراغبين في نقلها إلى خارج المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم. هذه الكميات هي جزء من نحو 1.25 مليون لتر يتم ضخها من مياه زمزم يوميا إلى المسجد الحرام وإلى المدينة المنورة إلى مسجد رسول الله، أي تساوي حوالي 300 طن من المياه يوميا. هذه العبوات وهذه المياه تخضع يوميا ل 675 عملية مراقبة، سواء للعبوات أو للخزانات أو لسيارات نقلها إلى أماكن أخرى. هذه المرحلة الأخيرة، لكن بالتأكيد سبقتها عمليات تاريخية من تطوير العمل والتعامل مع بئر زمزم نتعرف عليها حالا. حقيقة عمل الزمازمة أو مهنة الزمازمة مهنة ممتدة عبر عدة عقود، ولو اختصرنا بدايتها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يشجع عليها وكان يضع يده على كتف عمه العباس بن عبد المطلب ويدعو له اعملوا فإنكم على خير، أثناء قيامه بعملية جد ماء زمزم من البئر وتقديمه لحجاج بيت الله الحرام. هناك جهة معنية وهي هيئة المساحة الجيولوجية، وهي جهة حكومية معنية بالدراسات والأبحاث التي تقدم للعناية بهذا البئر والذي يحتوي على الماء المبارك، وتطوير استخدام كافة الوسائل والطرق التي تسعى إلى تطوير هذه العملية. لا نستطيع أن نقول إلا يعني تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم في عن ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم، وأيضا حديث آخر وهو أن ماء زمزم لما شرب له، فهنا يعني نية من يشرب ماء زمزم هي التي تحكم هذه العملية. ولا أعتقد أن يعني أي أبحاث طبية حقيقة يمكن أن تعارض هذا الجانب، ولعل يعني الأبحاث المؤكدة من دول غير إسلامية حتى التي أكدت يعني قدسية هذا الماء واختلافه عن أي ماء آخر. أربعون مليون عبوة من ماء زمزم يتم توزيعها على الحجاج أثناء فترة الحج. أما عمق بئر زمزم فيبلغ 40 متراً، لا يزال يروي الحجاج منذ أن أذن نبي الله إبراهيم الخليل في الناس بالحج. ذلك البئر العبقري الذي يتجمع فيه الماء من 3 منابع، الأول من تحت الحجر الأسود، والثاني من تحت مقام إبراهيم، والثالث ما بين الصفا والمروة، لتكتسب مياهه خصائصها الفريدة وليتدفق ساقيا الملايين جيلا بعد جيل. أحمد بشتو، القاهرة الإخبارية، مكة المكرمة.